حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. الحدود العراقية السورية أولوية الأمن وضبط الأداء لمنع التسلل وعمليات التهريب. وفق ضوابط قانونية مطالبات لإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم حفاظا على اقتصاد البلاد. إذن مشاهدينا، خط الحدود العراقية السورية الذي يشكل أهمية استراتيجية من عدة نواح والاعتبارات ذات دلالات مفصلية، تسعى القوات العراقية لإحكام قبضتها على هذا الشريط الحدودي من خلال الحواجز الكونكريتية وتطوير منظومة الأمن هناك، بما يرفع مؤشرات ضبط الحدود الدولية ومنع عمليات التسلل والتهريب. غير أن مخاطر هذا التوجه تعتري تحديات جمة، أولها وعورة الأرض وثانيها محاولات إحداث الثغرة الأمنية. فالمشهد في الجانب السوري ما يزال دون مستوى السيطرة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فجدلية قانون النفط والغاز الخاص بضوابط تصدير النفط من إقليم كردستان يتأرجح بين الخلافات السياسية، رغم إدخال العراق على أبواب أزمة اقتصادية وشيكة. فإيقاف تصدير النفط له مردودات سلبية وتابعات تضر باقتصاد البلاد، خصوصا أن الإقليم بالتعاون مع الجانب التركي ما يزال متعنتا بخرق القوانين والأحكام الدولية الصادرة التي تفيد بإعطاء الحق للحكومة المركزية في تصدير نفط الإقليم بعد قرارات الأخير من غير علم الحكومة الاتحادية، مما يلزم اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء هذا الجدل وخرق القوانين من قبل إقليم كردستان بتصدير حصة النفط عبر ميناء جيهان التركي. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير. وفي بداية ملفات حصادنا نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، الخبير الأمني السيد مخلد حازم. أهلا بكم سيد مخلد، وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، ينضمنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. أهلا بكما وكل عام وأنتم بألف خير. أبدأ معك سيد مخلد. الحدود العراقية مساحة كبيرة ومترامية الأطراف مع سوريا من القائم إلى ربيعة، تتجاوز أكثر من 600 كيلومتر، لكن ما مدى أهمية هذه المنطقة الحدودية بالنسبة للعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي وتحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدين قناة الأيام. بالتأكيد يعني هذه الحدود شهدت عمليات تسلل إرهابي، وخصوصا إرهابيين داعش في فترات سابقة، وكان لها سبب رئيسي في القيام بعمليات كبيرة داخل العراق. الشريط الحدودي ما بين العراق وسوريا أكثر من 605 كيلو، قسم منها أرض منبسطة في المنطقة الغربية، وقسم آخر هي ذات منطقة وعرة تكون يعني في مجملها جبال، يصعب السيطرة على تسلل الإرهابيين في هذه المنطقة، خصوصا في منطقة جبل سنجار والمنطقة القريبة منها ومنطقة فيش خابور. دأبت القوات العراقية يعني منذ فترة على بناء أسلاك شائكة وبناء أبراج وخنادق في المنطقة المنبسطة، وكذلك بناء خرسانات يعني في المنطقة الشمالية. لكن أي عملية تأمين للحدود يجب أن يكون لدينا تبادل معلومات أمنية ما بين بلدان الحدود المتجاورة. لدينا تبادل معلومات مع الجانب السوري، لكن هنالك مناطق
تبقى مناطق رخوة وتعتبر خاصرة لتسلل الإرهابيين، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية على اعتبار أن هذه القوات غير نظامية ولا يوجد هنالك يعني إمكانية لتبادل المعلومات. في هذه الحالة سيد مخلد، ما مدى فائدة أو ما أهمية هذا التنسيق الأمني ما بين العراق وسوريا إذا كانت الحكومة السورية غير مسيطرة على هذه المنطقة الحدودية من جانبها؟ يعني هي مسيطرة على بعض المناطق، لكن هنالك المناطق التي دائما ما يتسلل منها الإرهابيين، وخصوصا هذه المنطقة التي تكلمت عنها والتي عن طريق جبل سنجار وعن منطقة فيش خابور، هذه المنطقة والمناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. في بعض الأحيان قوات سوريا الديمقراطية تفقد سيطرتها على هذه المنطقة الحدودية، ولدينا في مناطق شرق الفرات الكثير من العناصر الإرهابية ولديهم يعني باع في هذه المنطقة، وكيف تتبع أثر الطرق النيسمية، وبالتالي يعني يستطيعون الدخول إلى العراق عبر هذه الجبال. نحن نحتاج حقيقة أن يكون لدينا تعاون أيضا مع قوات سوريا الديمقراطية في موضوع تبادل المعلومات الأمنية. لكن المشكلة التي نعانيها، نحن لدينا غرفة عمليات مشتركة ما بين العراق وإيران وسوريا وتركيا فيما يخص تبادل المعلومات وضبط الحدود، لكن أكيد لازلنا يعني نعاني من أن هنالك ترهل في بعض المناطق الحدودية وعدم السيطرة عليها يعني من الجانب السوري قبل الجانب العراقي، لأن الجانب العراقي نشر 3 خطوط دفاعية، أولها هي للأسلاك وكذلك الخنادق وكذلك، ومن ثم قوات حرس الحدود نشرت في هذه المنطقة خلف الأبراج. نرحب بك مرة أخرى دكتور أسامة، وكل عام وأنتم بألف خير. والحديث عن عمليات ضبط الأمن في الحدود يعني لا يمكن الحديث عنها دون معرفة المعطيات. في الجانب السوري من يسيطر هناك؟ بعد تحية لكم وللمشاهدين جميعا وللضيف الكريم، وكل عام أنتم بألف خير. يعني الحقيقة من الواضح تماما أن حالة اللا يقين الأمني هي مسؤول عنها الولايات المتحدة الأمريكية. باسترجاع بسيط أو رجوع بسيط إلى الوراء، نجد أن يعني نشاط تنظيم داعش الإرهابي واحتلاله للموصل ومساحات كبيرة من الجغرافيا السورية والعراقية تم إنهائه بسرعة كبيرة نسبيا عندما لم يكن الأمريكي موجودا لفرض حالة عدم اليقين أو لا يقين الأمن. يعني من استطاع أن يطهر في سوريا المساحة من ريف دمشق وصولا إلى معبر القائم، كل هذه البادية وتدمر وريف حمص في أشهر معدودة، وأيضا في الجانب العراقي تحرير مدينة كبرى كالموصل، هو قادر بدون شك في حال خرج الأمريكان أو على الأقل أوقفوا إعاقتهم للتنسيق الأمني السوري العراقي، قادرين هذين الجيشين الكبيرين البطلين مع الحشد الشعبي والقوى الرديفة للجيش السوري على إنهاء الخلايا المتبقية والقوة الكامنة التي تحافظ عليها الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم داعش لاستخدامها عند الضرورة. يعني هذا أعتقد أنه أمر واضح المعالم جدا، جيش قوي كجيش العراقي جيد التسليح وجيد العقيدة وأيضا الجيش السوري يستطيعان كلاهما أن يضبطا الحدود كما كان الأمر دوما الحقيقة قبل أن يتواجد الأمريكي كعامل لا يقين أمني. وهنا طبعا يعني لا يمكننا إلا أن نذكر بأن هناك تحديات جيوبوليتيكية مشتركة. يعني عندما نتحدث عن بعض الطموحات الانفصالية، هذا تحدي جيوبوليتيكي مشترك وأيضا يلعب فيه الأمريكان دور سلبي في جانبي الحدود لدى لكن واقع حال دكتور أسامة، الأمريكان موجودون في هذه المنطقة مسيطرون جويا وحتى بريا، لكن ليش ماكو تنسيق مع الجانب الأمريكي؟ أكو تنسيق عراقي سوري إيراني بهذه بشكل مجمل، ليش ما يتم إشراك الأمريكان باعتبارهم واقع حال؟ يعني هو واقع حال فعلا، ولكن أولا الأمريكي هو قوة احتلال، وشرعنة هذا الوجود الاحتلالي هي خطيئة لا يمكن أن تقدم عليها أي حكومة سورية. التعاون مع وجود احتلالي وتنسيق أمني مباشر مع وجود احتلالي يعني يمكن في الحالات الطارئة، في حالة يعني تفادي اشتباك مباشر أو
أو عملية يمكن أن تصل فيها الأمور إلى حافة الصدام، ممكن أن يكون هناك خط ساخن أو إلى ما هنالك عن طريق يتم الآن عن طريق الجانب الروسي، وهذا الأمر تراجع بعد التوتر الروسي الأمريكي بجميع الأحوال. ولكن أولاً شرعنت الوجود الأمريكي الاحتلالي، ثانياً غض النظر عن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم بحق الشعب السوري، سرقة النفط، دعم الطموح الانفصالي، الحفاظ على فلول داعش، يعني كل هذا جريمة الاحتلال بحد ذاتها، هذه مصنفة في ميثاق روما في محكمة الجنايات الدولية على أنها جريمة حرب الاحتلال والعدوان. فإذا يجب ليس ترفا الحقيقة لا بالنسبة للعراق ولا بالنسبة لسوريا التخلص من الوجود الاحتلالي الأمريكي. طبعا يفضل أن يكون عبر اتفاقيات، هذا شيء مؤكد وليس عن طريق الصدام، ولكن إذا كان لابد مما ليس منه بد لا يمكن الحفاظ على هذه الحالة، لأنها أضعاف استراتيجي لكل من سوريا والعراق، وتهديد كامن بخلايا داعش المتبقية والكامنة تحت حالة اللا يقين الأمني الأمريكي القسدي في منطقة الحدود السورية العراقية. سيد مخلد، العراق يقترب اليوم من إنجاز المرحلة الثانية من الحاجز الكونكريتي بطول 65 كيلومتر، لكن ما مدى فعالية هذا الخط الدفاعي أو الأمني بمنع عمليات تسلل الإرهابيين أو التهريب وغيرها؟ يعني بالتأكيد هذه العمليات هي تقلل من عمليات تسلل الإرهابيين، لكنها لن تنهي هذا الملف أو هذا الموضوع في عمليات التسلل. مثل ما تكلمت، نحن نحتاج إلى تقنيات أخرى اليوم لمراقبة الحدود. اليوم يعني وجود الأبراج هو غير كافي، وجود الكاميرات هو غير كافي، نحتاج إلى أن تكون لدينا طائرات مسيرة يعني حقيقة يعني تمسك هذا الشريط الحدودي، وبالتناوب يعني هنالك طائرات لديها إمكانية البقاء في الجو لمدة 24 ساعة أو أكثر. بالتالي نحتاج نحن مثل هذه التقنيات تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على أمن الحدود ومنع التسلل. نحن عندما نتكلم عن الخاصة الرخوة للتواجد المنطقة التي يتواجد فيها قوى سوريا الديمقراطية وهي المحمية من الجانب الأمريكي، نعم هذه المنطقة موجود فيها الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي داخل معسكرات في مناطق تبعد بعض الشيء عن الحدود، فبالتالي المتسللين هم يختارون المكان والزمان والوقت المناسب، وهنالك تنسيق ما بين الجانب يعني المنطقة خارج الحدود العراقية وداخل الحدود العراقية، فبالتالي تتم عملية تسلل هؤلاء الإرهابيين. نحن حقيقة نحتاج إلى يعني في قادم الأيام أن تكون لدينا عملية تبادل معلومات حقيقية، نحتاج إلى أن تكون لدينا تكنولوجيا كالطائرات المسيرة يعني لنستطيع أن يعني نسيطر على هذه الحدود، خصوصا في هذه المنطقة الرخوة. المنطقة لكن يبدو أن الأمريكان مسيطرون على هذه المنطقة سواء بالجانب العراقي أو الجانب السوري. لكن بالنسبة للدور الأمريكي اللي نتحدث عنه، هسه السوريين يمكن عندهم مشكلة مع الأمريكان، ما يقبلون يتعاونون أو ينسقون وياهم أو العكس. احنا بالعراق عندنا اتفاقات مع الجانب الأمريكي، ما ممكن تجبر الجانب الأمريكي على توفير تقنيات كاميرات أو طائرات مسيرة أو غطاء جوي لحماية هذه المنطقة، وعلى الأقل منع قوات قسد من فتح مجال لتسلل إرهابيين؟ يعني بالمناسبة الجانب الأمريكي هو حاضر في جميع اجتماع الغرف العمليات الرباعية، الجانب الأمريكي مشترك في هذه الغرف، لكن دائما نحن نعلم أن الجانب الأمريكي عندما يبرر لموضوع معين، لكن عندما نحن نتكلم يعني خبراء في هذا الشأن الأمني نعرف كيف تتم الآلية، لكن الأمريكان ينظروا إليها على بعد أكبر. مثل ما تفضل الضيف، يعني أنا أرى أنه عندما حصل الاعتداء على سجن غويران في الحسكة، يعني تدخلت أمريكا عندما حدث الانفجار، ومن ثم تدخل الجانب الأمريكي. نحن اليوم حقيقة يجب على الحكومة العراقية، على وزارة الدفاع أن تهتم بهذا الموضوع، أن تخصص ميزانيات حقيقية لوزارة الدفاع لقيادة القوة الجوية لشراء هذه الطائرات التي ليست مكلفة يعني حقيقة. لحد هذه اللحظة هنالك معضلة لدينا في عدم شراء هذه الطائرات المسيرة. من الذي يمنع شراء هذه الطائرات؟ يعني لا نعرف حقيقة. فوجود هذه الطائرات هو أكيد سوف يرعب الإرهابيين، وخصوصا في المناطق التي يتواجدون فيها في مناطق بادية سوريا، وكذلك حتى المنطقة داخل الخطوط العراقية عندما ترى أن هناك طائرة سورية للرصد والاستمكان، طائرة مسيرة للرصد والاستمكان وهي مراقب للحدود، فأكيد سوف تحد من عمليات تسلل الإرهابيين بنسبة عالية جدا.
طيب دكتور أسامة، الأمريكان يرفضون وجود الحشد الشعبي في هذه المنطقة لتقديم خدمات الأمنية وحماية الحدود العراقية، لكن بالمقابل يدعمون قوات قسد ووجودها في هذه المنطقة. طيب هذا ما يسبب حرج للإدارة الأمريكية، خصوصا اعتبار الحشد جيش غير نظامي بينما قسد هو أيضا جيش غير نظامي؟ طبعا الحشد الشعبي هو قوة تابعة للحكومة العراقية، وهو قوة يعني ملحقة أو رديفة للجيش النظامي العراقي، وهو قوة نظامية في النهاية. طيب. وبالنقيض تماما كما تفضلت، قوات قسد هي لا شرعية بالمطلق وليس لها حتى حالة من التوازن للاستمرار كقوة محلية. هي يعني تحمل التناقض في تركيبتها، لأنها تقوم على أساس إعلاء شأن شريحة عرقية معينة، الشريحة الكردية هنا نتحدث، لا. كقيادات، في حين أن الـ يعني السواد الأعظم من العناصر هم من العشائر العربية، حوالي 75%، هذا ما يقوله مظلوم عبدي على الأقل. فإذا هذه التركيبة غير متوازنة وفيها استفزاز للعشائر في المنطقة، وهذا ما كنت أتحدث عنه، حالة اللا استقرار واللا يقين الأمني. الحقيقة يعني أنا أقدر جيدا بأن الجانب العراقي له يعني اعتباراته الخاصة، ولكن عندما نستذكر كل التاريخ الأمريكي في العراق وما حصل في سجن أبو غريب وسواها والعديد من الأمور، أعتقد أنه الوجدان الوطني العراقي يدرك أن اتفاقا ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية هو اتفاق الذئب مع الحمل. الولايات المتحدة الأمريكية لديها أجندة استعمارية في كل دول العالم، ولا تستطيع أن تنسجم مع حكومة لديها أولوية وطنية عن أولوية الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني تقوم بإعاقة حتى بإضعاف الموقف السوري والعراقي تجاه تركيا، هذا عامل مهم جدا تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما تحافظ أو تحمي هذا المشروع الانفصالي الذي يهدد جيوبوليتيكيا أيضا تركيا، أو على الأقل يمنح الذريعة لتركيا لكي تتذرع به، فهي تبرر لتركيا استمرار القصف في الداخل السوري والعراقي، استمرار الاحتلال بحجة الهاجس الأمني. هنا أيضا دور إضعاف للأمن القومي السوري أو الأمن الوطني السوري والأمن القومي الأمن الوطني العراقي والأمن الوطني السوري والأمن القومي العربي بشكل عام تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا. لذلك أعتقد أنه يعني أي تفكير سليم يجب أن يوصل إلى نتيجة بأن إخراج الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أقول الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، ولكن التفاهم معها يجب أن لا يكون على حساب الأولويات الوطنية، يجب أن يكون هناك تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دون احتلال ودون قصر ودون محاولة يعني اتباع ما يطلق عليه الجان بوت دبلوماسي الذي اشتهرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أن تضغط عسكريا على القوى والحكومات التي لا تلائمها، وأن تعامل هذه الحكومات باستعلاء بما فيها المركبات الوطنية لل يعني الدولتين الوطنيتين في سوريا والعراق، الحشد الشعبي والقوى الشعبية التي تريد أولوية المصلحة الوطنية في كل من سوريا والعراق. طيب سيد مخلد، يعني حدود أكثر من 600 كيلومتر ما بين العراق وسوريا، حواجز كونكريتية وأسلاك شائكة، أبراج مراقبة، كاميرات مراقبة، يمكن ما تقدر تغطي كل هذه المنطقة، فقط المناطق الحساسة أو الأكثر خطورة. ألا تبرز هنا الحاجة للتنسيق وعلى الجانب الأمريكي باعتباره هو الذي كما يبدو يحدث هذه الثغرات لأهداف كما ذكرها الدكتور أسامة أو ربما أهداف أخرى؟ يعني على اعتبار أن اليوم الدور الأمريكي في العراق هو يقتصر على الاستشارة والتمكين وهو ليس قوة قتالية، بالتالي اليوم هو لن يستطيع أن يقدم للعراق حتى في مجال الأجواء أو في مجال الإسناد الجوي، في مجال مراقبة الأجواء جويا، لن يستطيع أن يقدم للعراق يعني معلومات بخصوص هذا المجال. أمريكا نحن نعرفها أنها لديها أوراق وملفات تحاول اللعب فيها في هذه المنطقة، وخصوصا هذه المنطقة التي هي تتواجد فيها في منطقة الحسكة، هذه بقعة جغرافية مهمة بالنسبة للجانب الأمريكي. هذا الموضوع يعني مثل ما تكلمت، هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا. عندما انسحبت القوات الأمريكية من الكثير من القواعد اللي كانت متواجدة فيها، هي أعطت كاميرات وأعطت أبراج مراقبة وكثير للجانب العراقي، لكننا نتكلم احنا
عن شريط حدودي يعني عراقي، سواء كان شريط العراق السوري، شريط العراق الإيراني، شريط العراقي التركي، أكثر من 1800 كيلو متر. نحن نحتاج إلى إمكانيات، نحتاج إلى موازنات حقيقية لغرض ضبط الحدود. يعني كان سابقا موجود لدينا مراصد حدودية كان يتبعها موجود قيادة حرس الحدود كانت تجب. اليوم نحتاج نحن اليوم إلى تقويم هذه المؤسسة، تقويم وزارة الدفاع، تقويم حرس الحدود بآليات وإمكانيات وإمكانيات مالية حقيقة، لأننا نحتاج مع الأسلاك، مع الخنادق، مع الكتل الخرسانية، نحتاج إلى قوة تمسك هذه الحدود. ونحن نعلم عندما يحل الظلام هذه المنطقة تصبح منطقة يعني خطيرة جدا، يعني لا يعني من المتسللين يحاولون يعني بشتى الوسائل استخدام أساليب للدخول إلى وتسلل إلى العراق، حتى نحتاج إلى أن تكون لدينا قوة مضاعفة في هذه المنطقة لغرض نصب كمائن يعني بين كمان في مناطق يعني متفرقة على الحدود العراقية. وأكيد هذا الموضوع اليوم ليس لدينا الإمكانية والقابلية على أنه ننجز هذا العمل بصورة كاملة. طيب دكتور أسامة، ما هي خطط سوريا لاستتبام الأمن أو مسك الأمن في هذه المنطقة؟ العراق عدة حواجز كونكريتية وأسلاك وكاميرات وغيرها، إضافة إلى القوات الحكومية والمسيطرة الحكومة عليها اللي نشرتها في هذه المنطقة كقوات الحدود أو حرس الحدود وغيرهم. سوريا شنو اللي راح تسويه لضبط الأمن في المنطقة الحدودية؟ يعني أعتقد أن المعضلة الأمنية هي على مستوى استراتيجي وليست فقط على مستوى العمل الميداني والتكتيكي على أهميته وعلى أهمية ما تفضل به الضيف الكريم، كلام حقيقة مهم جدا. ولكن المعضلة الاستراتيجية في الوجود الأمريكي والانتقاص من السيادة السورية هو، وطبعا بخلاف ما يعني الوضع في العراق هو أقل وطأة بكثير، ولكن قبل أن تزول الحالة الاحتلالية الأمريكية سوف يحافظ الأمريكان راغبين سوف يحافظون على حالة وجود تسلل أو يعني بقاء لخلايا إرهابية في هذه المنطقة. نحن عندما ننظر إلى معسكرات يعني الاعتقال لعناصر داعش وأسر عناصر داعش وفيهم ما يطلق عليهم أشبال الخلافة الذين شبوا عن الطوق وتحولوا إلى مقاتلين بانتظار أن يتم إطلاقهم، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تحجم عن إرسال هؤلاء الذين يعودون جنسيات أخرى إلى بلدانهم، تحجم عن تسليمهم هؤلاء كمطلوبين إلى الحكومتين السورية والعراقية. فإذا هي تبقي يعني تبقي في البراد إنجاز التعبير على هذه المجموعات بشكل يطلق هاجس بأنها تريد في وقت معين أن تعيد استخدامهم، وهذا أمر خطير جدا. نتذكر ما قام به، طبعا لم ينسى أحد ما قام به الداعشيون من مجازر في العراق وفي سوريا. فإذا أعتقد أن هناك مقاربتين، المقاربة الأولى هي السياسية تقوم على ما يطلق عليه الخطة step by step أو الخطوة بخطوة التي تتوسط فيها الأردن ومجموعة لربما خماسية أو سداسية عربية. إذا كان هناك انسحاب للقوات الأمريكية متضمن ضمن عناصر واضحة في هذه الخطة فهو حل بكل تأكيد، ولكن إذا كان الأمر مجرد عناوين والأمر يعني مرسل في مواعيده وفي استحقاقاته بدون جداول زمنية بدون التزامات واضحة فسوف لن يكون هناك يعني مقاربة إلا المقاومة، هذا ما تشرعه المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعبر التاريخ حقوق الشعوب في يعني تحرير أراضيها. يعني لربما أعتقد أنه طبعا معروف مقاربة step by step، يعني كما سربت إلى الصحافة انسحاب القوات الرديفة خاصة يعني التي تمول من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كداعمة للجيش السوري في محاربة الإرهاب في مقابل انسحاب القوات الأمريكية. هذا الأمر من الممكن أن يكون جيداً لأن القوات الرديفة للجيش العربي السوري هي أساساً موجودة لمحاربة الإرهاب ولمحاربة الاحتلال، فإذا زال الاحتلال وتم تفكيك الإرهاب تلقائياً تزول الحالة لوجود قوات رديفة ويعود الجيش العربي السوري قادراً على مسك الحدود ومسك كل الأمن بشكل جيد في حال زوال الاحتلال. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي دكتور أسامة دانورة، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيلا لكم الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، تحذيرات متوالية من سلبيات بقاء نفط الإقليم دون تصدير لما له من عائدات تسهم بتوازن اقتصاد البلاد.
إلا أن النزاعات السياسية التي تمثلت برفض الإقليم السير على الضوابط القانونية في تصدير النفط هي من أوصلت الحال إلى تدخل القرارات الدولية بإيقاف التصدير ودون الرجوع إلى بغداد بهذا الخصوص. والمزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. بعد انتهاك أنقرة وكردستان أحكام الاتفاقات المبرمة مع بغداد بشأن تصدير النفط وتخزينه وتحميله على ناقلات في ميناء جيهان من شمال العراق بالتعاون مع حكومة الإقليم دون موافقة بغداد، الأمر الذي دعا غرفة التجارة الدولية بالحكم لصالح الحكومة المركزية بضرورة الرجوع إليها في اتخاذ القرارات المصيرية للبلد كونها المسؤول الوحيد على القرارات المتخذة من قبل الإقليم. وعلى خلفية هذه الأحكام القاضية بإيقاف تصدير نفط كردستان، يطالب الخبراء الاقتصاديون بضرورة إيجاد حل لهذه النزاعات بين بغداد والإقليم وفق الضوابط القانونية ودعوة الإقليم إلى عدم التعنت بالقرارات الخارجة عن إطار مصلحة البلد أولاً ولا تمت للقانون بصلة ثانياً، فتوقف صادرات نفط الإقليم لها آثار سلبية على اقتصاد البلد ويكبده خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات شهرياً وفق دراسة خبراء الاقتصاد. أما قانون النفط والغاز يعده المراقبون الخطوات الأولى لوضع حد لخلافات ظلت متفجرة منذ عدة أعوام، مما يلزم بغداد وأربيل إلى إعداد تصور مشترك بين الطرفين للجلوس حول طاولة حوار تنهي هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاقات قانونية لإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم دون الإضرار باقتصاد البلد. نهى الشمري، أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي السيد رشيد السعدي. أهلا بكما وكل عام وأنتم بألف خير. وأبدأ معك دكتور صفوان، أما زالت دكتور تركيا تتعكز على الأسباب الفنية لإيقاف خط تصدير جيهان أم أنها أضافت ما هو جديد في صندوق الرسائل صادرة إلى العراق؟ طبعا من الواضح أن يعني قرار المحكمة الدولية أدى إلى إذعان تركيا إلى موضوع ضرورة أن يكون ممثل النفط الوحيد لدى العالم هو شركة شومو. بالتأكيد تركيا تبحث عن مصالحها، تحاول إعادة النظر بالاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية السابقة حول موضوع تصدير النفط وإمكانية أن يكون لدينا قانون للنفط والغاز ويحدد من خلال منافذ التصدير، خاصة أن العراق يتطلع إلى تصدير الغاز أيضا لاحقا. فأتوقع أن زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى العراق سيستأنف من خلالها تصدير النفط عبر الموانئ التركية، لأن بالتأكيد تركيا ستتضرر من هذا الإيقاف كما يتضرر العراق. ايضا يعني موضوع الامتثال اقليم كردستان لتسليم النفط لشركه سومو سيكون حاضر في هذا الاتفاق، والتسريع بموضوع اقرار قانون النفط والغاز لكي يكون لدينا علاقه استراتيجيه لربط طاقه الشرق الاوسط بالاتحاد الاوروبي من خلال العراق وتركيا. فعمليه تقاسم ايرادات نقل النفط عبر تركيا الى الاتحاد الاوروبي ستكون حاضره بتقديري في اللقاء المرتقب. وبالتأكيد العراق أيضا يبحث عن مصالحه لدى الجانب التركي من حيث الحصول على حصة مائية ثابتة يمكن أن تساعد في إعادة إحياء الزراعة في العراق وبالتالي الصناعات الغذائية.
لأن ربط اقتصاديات دول الخليج خاصة قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية بالجانب التركي وبالتالي الاتحاد الأوروبي موضوع يحتاج إلى إرادة سياسية على مستوى استراتيجي. وأعتقد أن العراق ماضي بتنويع مصادر تصدير النفط وإيجاد منافذ وبدائل لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ في عملية الاتفاق. هسه المشكلة موجودة، ممكن أن تكون هذه فرصة ودافع للعراق لإعادة إحياء خط بانياس وإيجاد بدائل دون الاعتماد على تركيا التي لحد الآن تصر على عدم تصدير النفط. واضح العراق يعني سياسة وزارة النفط أن ترتفع بتصدير النفط إلى 8 مليون برميل 2040، بمعنى أننا نحتاج إلى تنويع مصادر التصدير، بالتأكيد إحياء ميناء بانياس على مستوى سوريا وكذلك المملكة الأردنية وبالتالي مدينة السويس، خط البحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية. فعملية التنويع في مصادر التصدير تضمن مرونة في إمدادات الطاقة، لأن العراق سيلعب دور في السنوات القادمة خاصة على مستوى جنوب أوروبا وشرق أوروبا. بالتأكيد العراق عندما يكون هناك نفط عراقي في الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية، يعني لا ننسى الصين أو الهند في الإمدادات النفطية، لأن نصف صادرات العراق هي تذهب باتجاه آسيا. فزيادة كمية الصادرات وتنويع مصادر التصدير طبعا بالاتفاق مع أوبك وشركائها باتجاه 2040 سيمنح العراق قوة اقتصادية مستدامة. رحب بك مرة أخرى سيد رشيد. العراق ما عنده بس النفط صدره حاليا، وعايش العراق على النفط فقط، لكن هل فعلا تركيا تبتز العراق حاليا؟ لا مرور للنفط العراقي دون إسقاط مسألة الديون اللي فرضتها المحكمة الدولية في باريس على تركيا. شكرا سيد بشار، تحياتي للدكتور صفوان الأخ العزيز. وحقيقة يعني الدكتور صفوان أشار إلى موضوع مهم جدا، لأن العراق يجب أن يكون واعي ومفاوض جيد جدا في استغلال هذه الفرصة لغرض إتاحة أكبر كمية من الإطلاقات المائية. يعني الآن عندنا موضوع مصيري جدا وهو الإطلاقات المائية المنخفضة جدا من عبر تركيا. هذا الجانب. الجانب الآخر موضوع الأنبوب النفطي ومحاولة تركيا التأثير على العراق لغرض إجباره على التنازل عن قرار المركز التحكيم الدولي اي سي سي مقر باريس. حقيقة إن شاء الله سوف لن يجدي نفعا إذا كان المفاوض العراقي والمسؤول العراقي على قدر من الوطنية. يجب أن لا يفرط بأي دولار أو دينار أو برميل نفط أو لتر ماء من حصة العراق عن لكن سيد رشيد هسه من المسيطر كما يبدو؟ المفاوض العراقي للمفاوض التركي اللي دا يمنع علينا المي ويمنع ياخذ يصدر نفطنا. للأسف المفاوض العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب، وقد نوهنا كثيرا وطالبنا كثيرا بتشكيل مجلس أعلى. اليوم احنا عندنا موضوع حاسم، ترى موضوع المياه اللي هو ارتباطه أيضا بالعلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية والعسكرية مع تركيا. على المفاوض العراقي أن يكون حاسم جدا ومفاوض قوي، يستغل كل أدوات التفاوض مع تركيا. احنا عندنا ادوات ممكنه جدا، وممكن ان تعضد وزير الموارد المائيه او الوفد المفاوض. شنو هي ادواتنا سيد رشيد؟ الادوات الجانب الاقتصادي وطريقه تصدير النفط ايضا عندهم. العلاقات الاقتصاديه سيد بشار، هذه علاقات مهمه جدا. العراق الشريك الثاني بعد المانيا لتركيا، بالامكان استخدام هذه الاداه كوسيله ضغط على تركيا في المفاوضه. ايضا علاقات عسكريه مع تركيا في موضوع شمال العراق، ايضا بامكان المفاوض العراقي ان يمتلك هذه الاداه ويستخدمها كاداه قويه جدا للتفاوض. وهذا حقيقه نبهنا دائما، يعني ونوهنا بحكم اختصاصنا في هذا المجال الى ضروره تشكيل مجلس اعلى المياه يتشكل برئاسه رئيس الوزراء مثلا، وزاره الخارجيه، وزاره الزراعه، الموارد المائيه، الاجهزه الامنيه، وزاره الدفاع، وزاره البيئه، وزارة التعليم العالي، كل الوزارات والمنظمات المهنية، نقابة المهندسين الزراعيين، اتحاد جمعية الفلاحية، كل المنظمات والوزارات والدوائر المعنية يجب أن تشترك بهذا، ويجب أن يتم اختيار العناصر الكفوءة في هذه اللجنة. حقيقة هذه أوراق الضغط سيد رشيد ممكن أن تنفع مع تركيا التي تصر حتى الآن على إيقاف خط جيهان، رغم أنها مستفيدة بشكل كبير من مرور النفط عبر جيهان.
نعم أستاذ بشار، خلي العراق يكون قوي، تركيا مثل النفط يمر عبر عبر جيهان؟ نعم. ما لازم، على العراق أن يستفيد ويستعيد مثل ما تفضل دكتور صفوان، موضوع بانياس، موضوع الخط في السعودية اللي السعودية صادرت تحقيقه بعد الأحداث مع الخليج، ممكن إعادة مفاوضات في السعودية. الآن أكو علاقات جيدة جدا، وعلى العراق أن يستغل هذه العلاقة الجيدة في إعادة الخط السعودي على البحر الأحمر، كذلك الخط الأردني الآن اللي يعني بوشر به ووصل إلى مراحل متقدمة، وأنا كنت على اطلاع به وشاهدت يعني هذا الجانب. فبالعراق أدوات ممكنة جدا أن يستغل هذا الجانب اتجاه تركيا. أكو جانب آخر يعني أستاذ بشار، خل أضيف لك، يعني قانون موازنة للاتحاد رقم 13 سنة 23 بين في مواد، يعني بالمادة 12 أولا يعني والمادة ثانيا، فيما يخص حكومة إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان في ماذا تعذر؟ يعني يقول تلتزم حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع وزارة النفط بشحن النفط المستخدم والمنتج من الحقول الواقعة في إقليم إلى مخازن شركة سوما بما لا يقل عن 400,000. هل أقول لك فد نقطة مهمة؟ يعني في حالة تعذر الشحن عن طريق جيهان أو أي منفذ آخر، يتم تجهيز سومو والاستخدام الداخلي. فالعراق يجب ان يستخدم هذا الجانب، ما لازم اخي تركيا اباوع هذه عندي بانياس عندي الاقتراحات، يعني عدا بانياس اكو امكانيه تصديره عبر ميناء البصره او عبر جنوب العراق. نعم زيد. طيب والخطه اللي عندنا مثل ما تفضل الدكتور 8 ملايين، خط جيهان خط استراتيجي بالنسبه للعراق، اذا صدر عبر الجنوب راح تكون كلفه نقل ايضا كبيره. لكن اخي اذا لم يكن غير الاسنه مركبا فما حيله المطر غير ركوبها؟ التفاوض بعد موجود. خلينا نرجع على دكتور صفوان، تعتقد دكتور صفوان انه ما زالت هناك مساحة للتفاوض مع التركي أم أن ورقة الابتزاز الوحيدة اللي تطرحها أنقرة على الطاولة واستئناف أن يعني مقابل إسقاط الحق في الغرامة التي فرضتها المحكمة الدولية على تركيا؟ يعني طبعا العراق يتعامل بأريحية مع هذا الموضوع، لدينا أوراق ضغط متعددة سواء من خلال الاتحاد الأوروبي الذي يمثل نقطة قوة بالنسبة لتصدير النفط العراقي إليه، وبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أشارت بأكثر من مكان إلى ضرورة أن تمتثل تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي من خلال شركة سومو إلى الاتحاد الأوروبي. وفي كل الأحوال العراق يعني يستطيع حتى بيع النفط وهو في باطن الأرض من خلال أسهم نفطية يمكن أن تمثل احتياطيات الاتحاد الأوروبي من خلال تعويضهم بالاحتياطيات المسحوبة. أعتقد أن تركيا تتعامل بالموضوع لمصالحها. نعم مسألة الغرامات من الممكن فتح نافذة تعويض الغرامات من خلال الاستثمارات التركية في الداخل العراقي. نعم. الآن تركيا بحاجة إلى ميناء الفاو، وهي تعلم قيمة ميناء الفاو لربطه بالاقتصاد التركي وإيرادات الاقتصاد التركي الزراعية التي من الممكن أن تذهب إلى دول الخليج. فالتفريط بكل هذه المصالح مقابل يعني الأضرار بالمصالح الاقتصادية العراقية أعتقد أنها لن تكون حاضرة. المفاوض التركي يحاول رفع شروط التفاوض، وأعتقد أننا نمتلك أوراق متعددة آخرها ستكون الأسهم النفطية التي هي من صلاحية الحكومة، إصدار أسهم نفطية وتباع بالدولار وتسترد عندما يكون للعراق فرصة تصدير هذه النفوط. لكننا لغاية الآن لا نحتاج إلى يعني بيع جزء من النفط الموجود في باطن الأرض. لا. لأننا نمتلك بدائل كما أشار الأستاذ إلى موضوع يعني استفادة من نفط كركوك في التصفية أو من خلال زيادة الصادرات عبر الموانئ في الجنوب أو من خلال الشاحنات إلى المملكة الأردنية. لكن أعتقد أن الشركاء الذين يبحثون عن النفط العراقي والغاز سيضغطون على الجانب التركي. هنا الجانب الدولي، الزبون الذي يشتري هذه الكميات الضخمة، يمكن نفط الإقليم يشكل قرابة 0.5% من الإمدادات العالمية لسوق النفط، هذا كيف سيؤثر على المعروض من النفط عالميا؟ المشتري الأخير ما راح يكون عامل ضغط وورقة ضغط كبرى على الجانب التركي؟ واضح، يعني واضح أن هناك الآن شركاء يبحثون عن إعادة تصدير النفط العراقي للأسواق العالمية. يعني أنت تتعامل مع سلعة ذات مساس بكل اقتصاد العالم، فلا يمكن لأي طرف أن يخنق النفط العراقي ويعيق تصديره، وبالتأكيد تركيا تعلم ذلك. لكن توسيع دائرة المشاركة مع النفط العراقي عبر
الموانئ التركية، يعني تركيا تبحث عن زيادة كميات الصادرات عبر ميناء جيهان وزيادة السعة الخزنية، يعني في موازنة 2023 سيكون هناك مساحة للخزن بمعدل 12 مليون برميل داخل ميناء جيهان لصالح الحكومة العراقية. فالعراق مع تركيا شركاء، وأعتقد أنها فترة يعني بسيطة وسيعود التصدير إلى عن طريق تركيا، خاصة مع زيارة الرئيس التركي التي يمكن أن تستثمر في فتح ملفات إدارة الاستثمارات التركية في الداخل العراقي. طيب. كشركاء في طريق التنمية أو في ميناء الفاو، يعني الاستثمارات المتبادلة، الموانئ التركية تستغل لصالح العراق والموانئ العراقية تستغل لصالح تركيا، وبالتالي دول الخليج تصبح هي العلاقة المشتركة بين طيب. الأتراك وبين آسيا وبين الاتحاد الأوروبي. طيب، نقطة مهمة ذكرها سيد رشيد، أنه أقليم كردستان حدد بصادرات معينة، تتحدد أمواله بالموازنة بقدر الكميات المصدرة. كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة مع نفط الأقليم؟ يبقى في داخل الأرض أم يستخرج ويخزن؟ ما هي القدرة التخزينية؟ النفط راح يقبل يصدره عبر أو للاستخدام الداخلي أو يصدره عبر الجنوب أم لا؟ يعني حصة الأقليم بالموازنة هي 12.6، يعني بحدود ال 25 تريليون على معدل أسعار 70 دولار، فيما لو لم نصل إلى اتفاق بالتأكيد الحكومة الاتحادية ملزمة بتسديد مستحقات الأقليم، لكن النفط هو ملك الشعب، يعني سواء كان داخل حدود الأقليم أو في كركوك أو في أي بقعة في العراق. عملية يعني استدامة ضعف التصدير من خلال الموانئ التركية سيدفع العراق باتجاه زيادة صادراتها عبر الجنوب، وبالتأكيد حاليا هو يصدر 3,300,000 برميل. طيب. مسموح له أن يصدر 3,500,000 طبعا من خلال أوبك وبلاس، فهذه الفترة يفترض أن تعالج من قبل وزارة النفط. طيب. بإدارة المصافي أو من خلال الإذعان. طيب. إلى متطلبات أوبك. سؤال أخير لكم سيد رشيد، ما هو حجم الخسائر المالية اللي تكبدها العراق حتى الآن ثلاثة أشهر لما يستخرج أو لم يصدر نفط الأقليم؟ هل هذا تسبب فعلا باختلال بالاقتصاد العراقي؟ بس عندي نقطة حقيقة توضيح باختصار إذا تسمح، مو بقى دقيقة بس. الحقيقة في حالة يعني المادة واضحة جدا، يعني المادة بقى ثانيا في المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية واضحة جدا، تقول في حالة تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان يتم تسليم كميات النفط المقررة اللي هي 400,000 برميل إلى سوما، وهذا يتم استخدامه محليا يعني تاجر محلي، وتقوم وزارة المالية بتعويض الإقليم عن هذه الكميات من خلال الحصة اللي هي 12.67%. واضح. يعني إذا، لكن نجي على الخسارة، أكو جانب مهم. نعم. حقيقة الكل يعرف أنه نفط الإقليم كان يصدر عبر جيهان بمبلغ لا يساوي 70 دولار وإنما مبالغ أقل كثير جدا يعني. فكان الإقليم يبيع نفوطة يعني هذا 400,000 اللي محدد يعني، وهي أكثر حقيقة قد تصل إلى 600,000. يعني بالطريقة الجديدة والضوابط الجديدة ممكن أن يصدر بالأسعار السوق، تعوض العراق عن الخسارة اللي كان يخسرها الإقليم. الإقليم ما كان يسلم. وخلي أقول لك فد نقطة، يعني أكو الإقليم من 2004 إلى 2022 يجب عليه أن يتم تسوية المستحقات المالية اللي عليه نحو الحكومة المركزية. هذا ما بين الحكومة المركزية والإقليم وسومو. شكرا جزيلا لكم عبر لضيق الوقت السيد رشيد السعدي الخبير الاقتصادي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، شكرا لكما، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.